انا ما هضرتش على القفطان. القفطان هذا لا زول، القفطان الحمد لله ما كاينش اللي خصو، ما كاينش اللي محتاج يهضر عليه. القفطان راه قفطان سالينا. انا علاش هضرت على واحد المو اللي تبارك الله زوين بزاف، وفيه بزاف ديال الفنانه، فيه بزاف ديال القنوات العربيه اللي حاضرين، فيه بزاف ديال الارتيست، فيه نيم خلطه ديال واحد الارتيست كبير وارت وفنانه كبيره معروفين على الصعيد الوطني، على الصعيد من برا الخليج. فاش نقولوا عرس يعني عنده دي كود، كاين كود سيرتو ملي تكون فنان ومعروف وهادي وطاطاتي وطاطاطاطا، وغادي العرس في هذا النيفو هذا اللي تبارك الله، لا من المنظمين لا من العرسان لا من الناس اللي وقفوا العرس، انت خاصك تعرف ان ذاك العرس خصو دي كود، اللي هو على الاقل خاصك تلبس ان كوستيم سموكين كوستيم توكسيدو. المهم انك خاصك تبقى في الكود ديال العرس، ما تنجيوش العرس بحال غادي عند خالتنا ولا غادي نرا الدرب ولا غادي خارج لابواط ولا غادي نو نو نو. العرس عنده قانون،